معانا على الهاتف زميلنا ومراسل قناة الأهلي شريف شعبان، هيكلمنا عن كل التطورات الخاصة باستعدادات فريق الكورة وأيضا افتتاح صالة الجمباز والعمل اللي بيجري للتطوير داخل الأفرع المختلفة. مساء الخير يا شريف. نور استاذ محمد، تحدي لحضرتك وتحدي للزميل امير والكل. اهلا بك يا شريف. قناه الاهلي في كل مكان. اهم الاخبار اللي حابب انك تطلع عليها مشاهدينا عن فريق الكوره واستعداداته المستمره دون الحصول على اي راحه لمباراه المقصه يوم الخميس المقبل، ومتابعتك كمان للافتتاحات والعمل اللي بيجري على قدم وساق في النادي وفي الجزيره افتتاح صاله الجمباز. استاذ محمد، زي ما تفضلت، لا يوجد راحه داخل فريق النادي الاهلي. يمكن توالي مباريات كل 3 أو 4 أيام، مباراة، السفر من الجزائر إلى بلدان أخرى، يمكن النادي الأهلي مكتوب عليه السفر والترحال ومشاركة في بطولات عديدة، وأيضا مطلوب منه الفوز بجميع البطولات. يمكن النهارده كان أول تمرين بعد الرجوع من الجزائر في 4 عصرا، يستعد لمباراة المقصة يوم الخميس المقبله باذن الله. اتمنى باذن الله يكون الفوز حليف في النادي الاهلي، وباذن الله يكون في اداء قوي يشرف طبعا كالعاده اسم النادي الاهلي. يمكن كان في اجتماع مع اللاعبين حوالي 5 دقائق للجهاز الفني، وتكلم فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عن اغلاق الملف الافريقي والتركيز فقط في الملف المحلي، التركيز فقط في مباراه مصر المقاصة، التركيز فقط على الحصول على ال3 نقاط وعلى تقديم اداء مشرف يليق باسم النادي الاهلي. يمكن كان في جلسه تصوير لبعض لاعبي النادي الاهلي بالزي الجديد، يمكن خلاص يمكن يوم الخميس هيكون في الظهور لملابس النادي الاهلي الجديده اللي هتزين طبعا لاعبي النادي الاهلي. يمكن بعد هذا الاجتماع كان في تدريب بدني النهارده مركز عليه مستر لاساركي، وبعد كده كان في تدريب تخصصي على الجول، وبعد كده طبعا شارك في هذه التدريبات يمكن سعد سمير، رامي ربيعه، صلاح محسن طبعا راجعين من الاصابه. يمكن تأهيل مستمر على الجانب الاخر لجيلاردو وحسام عاشور والشيخ وهشام محمد وباسم علي، يمكن طارق سليمان على الجانب الاخر مدرب الحراس مع شريف اكرامي مع الشناوي مع علي لطفي مع مصطفى شوبير، ولكن النهارده كان في خطه لشريف، وشريف اكتفى الجري حول الملعب علشان خاطر يكون لياقته محافظ عليها. كان في تعليمات النهارده كتير من مستر رسالتي في نهايه التمرين، كان عامل تقسيمه صغيره وقفل تقسيمه اكثر من مره، كان حريص ان يكون في توجيهات لخط الدفاع ووسط ملعب النادي الاهلي، وكان حريص يكون في تعليمات مستمره للاعب حمدي فتحي واللاعب السوليه وياسر ابراهيم. الراجل كان بيحفظهم ان لازم الكره الهجمه تكون مبنيه من تحت، ما يكونش في لعبه طويله، تكون في التحضير من الخلف الى الامام، ما يكونش في اللعب الطويل. يمكن مستر رسالتي كان حريص يعقد جلسه مع رمضان صبحي، يمكن استمرت حوالي 5 دقائق في الملعب، وفي نهايه التدريب ايضا كان في جلسه مع صالح جمعه، يمكن جلسه كانت طويله جدا لفتت انتظار كل المتفرجين على التمرين. يمكن طبعا اللعيبه اللي شاركت في مباراه الجزائر اكتفوا النهارده بتمرين خفيف، باذن الله بنسال الله ان يكون التوفيق حليف لاعبي النادي الاهلي يوم الخميس لكون الفوز من حليفهم والحصول على ال3 نقاط. طيب كمان شريف، قبل ما ننتقل لموضوع الافتتاح او صاله الجمباز، امير لو حابب توجه في امور الكره واستعدادات الفريق اي اسئله لشريف اتفضل. انا دايما يا شريف ببقى عايز اسال الاسئله الجمهور بيبقى عايز يعرفها بالتحديد في مباراه النهارده، قول لي مين ابرز اللاعبين اللي لفتوا نظرك، مين اللي تالقوا في التدريبات بشكل كبير؟ يمكن حمدي فتحي لاعب بينتظر مستقبل باهر مع النادي الاهلي، النهارده ميدو بيقدم واحده من افضل تدريباته، ميدو جابر طبعا، صالح جمعه العائد بقوه، عمرو جمال النهارده لفت الانظار، يمكن اجايي النهارده لمساته الساحره، لا لاعبي النادي الاهلي الاصرار على الوجوه على الفتره المقبله تقديم شيء يشرف اسم النادي الاهلي، النهارده في حماس في قوه في التمرين، ظهور لاعبي النادي الاهلي بشكل فعلا قوي جدا، ظهور الشناوي بشكل كويس، مصطفى شوبير، علي لطفي، لا النهارده لاعبي النادي الاهلي ادوا تدريبه قويه جدا، وظهر كذا لاعب بحاله جيده جدا تدعو لطمانينه. تمام، اتفضل استاذ محمد. هنرجع لقضيه الافتتاحات والتطوير اللي بيجري على المستوى الخدمي والانشائي داخل النادي، وخلينا نتكلم شويه عن رد فعل الاعضاء بعد افتتاح صاله الجمباز او عمليه التطوير اللي بتحدث من الخارج في اسوار المقار المختلفه وداخل الافرع المختلفه داخل النادي الاهلي. يمكن العمل مستمر داخل النادي الاهلي، عائله النادي الاهلي، برنامج الانتخابي اللي مجلس اداره النادي الاهلي وعد بيه بالفعل بينفذ باقصى سرعه، النهارده بيضاف انجاز جديد
تطوير كامل لصالة الجمباز، تطوير شامل على أحدث يعني الأجهزة العالمية، على أحدث المراتب العالمية، السيفتي الموجود في العالم كله النهاردة موجود في هذه الصالة، صالة مكيفة، صالة فيها إضاءة LED مختلفة، إضاءة يمكن تناسب لاعبي الأبطال، يمكن مكان مخصص لأعضاء النادي الأهلي علشان خاطر يكون في مشاهده لابنائه وهم بيشاركوا في لعبه الجمباز، مكيف ايضا. يمكن النادي الاهلي نقله طفره كبيره جدا في لعبه الجمباز يمكن في مصر. رئيس الاتحاد كان معايا من شويه طبعا في الحريف الاول، رئيس مجلس الاداره الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب ومجلسه كله بالكامل يكون موجود في افتتاح هذه الصاله. يمكن رئيس الاتحاد اللي اتكلم معايا قال لي فعلا صرح عظيم بيضاف الى صروح مصر العظيم، الصالة على أعلى مستوى، صالة يمكن أحدث أجهزة موجودة في العالم، وطلب من مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة أن يكون منتخب مصر له نصيب الأسد في التدريب على هذه الصالة، لأن قال لك الصالة مش موجود زيها في مصر خالص، صالة تدريبية على أعلى مستوى. يمكن البهجة والسرور كان باين على أعضاء النادي الأهلي، على اللاعبين المشاركين بلعبة الجمباز في مختلف الأعمار إذا كان بنات أو ولاد، الكل كان سعيد وبيلتقط الصورة التذكيرية طبعا مع الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته ومجلس إدارة اتحاد الجمباز. يمكن حاجة تدعو للفخر إن النادي الأهلي وعد فأوفى. يمكن الدكتور مهند مجدي في لقاء معايا منذ قليل قال لي الجيل بيسلم جيل، المجلس بيسلم مجلس، بنشتغل على شغل المجلس اللي فات. يمكن المجلس اللي فات ابتدى بهذه الصالة، احنا كان لنا تطوير شامل جدا لهذه الصالة، تطوير كبير جدا، تطوير يمكن طورنا كل شيء علشان حاجة تليق باسم أعضاء النادي الأهلي. جنب الصالة في الأهلي عمل صالة لتنس الطاولة لأعضاء النادي الأهلي، لأن كان طبعا من فترة كبيرة جدا من سنين في النادي الأهلي كان يوجد صالة لتنس الطاولة أو لعبة تنس الطاولة، الأعضاء كانت طالبة حاجة زي كده. بالفعل مجلس الإدارة ربى هذه الرغبة وافتتح كابتن خطيب طبعا ومجلس إدارته هذه الصالة، ويمكن كان حريص يشارك في هذه في تنس الطاولة في جيل كده صغير طبعا المهندس خالد مرتجي والأستاذ الجرحي طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن زي ما قلت لك النهارده اعضاء النادي الاهلي على موعد جديد مع التاريخ، على موعد جديد مع الانشاءات. مجلس اداره النادي الاهلي لا يكف، كل يوم في جديد، كل يوم في انشاءات النادي الاهلي. والدكتور مهند قال لي الفترات القادمه ايضا في حاجات للجمباز في مدينه النصر، وحاجه الجمباز الميني للاطفال هيكون موجود ايضا في فرع الجزيره النادي الاهلي. اشكرك جدا على المشاركه معنا والمعلومات.